وبعد لهلا ما حطيتوه بمدرسه، او اذا حابين تدربوا كلبكم ومش عارفين كيف، ركزوا منيح معنا بهالفكره، لان ضيفي اللي رح ينضم لنا هو مدرب كلاب، كان يدرب بامريكا وحاليا بيدرب بلبنان، درب كلاب الهجوميه تبع فريق الفهود والقوه الضاربه، وبمرن اصحاب الكلاب على كلابهم، كما انه بيعلم الكلاب يعملوا عروض. وصلوا الكلام على الاستوديو كمان. درس انترناشونال افيرز بامريكا، كما انه درس بسيكولوجي كانين يلي هي علم النفس عند كلاب، لتعرف اكثر عليه. حدا منكم بخاف من الكلاب؟ انا بموت رعبيب عن جد، اوعى بليز. ما لازم تخافوا منه لانه هو بيدرب الكلاب. فادي خوري. مساء الخير فادي. مساء الخير فادي خوري، شفنا كل الاكيبمون الموجودين معك وحتى التيبي اللي لبسهم، بس نعرف تفاصيل اكثر، ليش انت لابس هيك وشو هن الاكيبمون اللي جايبهم معنا؟ رح نحضر هالريبورتاج. اوكي. الكلب قديش في ديسيبلين للكلب، يعني امتى انت بيروح عن سيطرتك الكلب، وامتى قد ما تكون مدربه فيك تضلك مسيطر عليه؟ ليك طيب، واحد يكون منطق، تتعمل انسان بدك من 22 ل 24 سنه. نعم. تتعمل كلب من اصغر كلب لاكبر كلب من سنه لسنتين. هيدي سيستم. لا هو الكلب هو عم بينمى اكبر منه، بدي افهم اول شيء، بدك بتعليمه بدي افهم عقليته للكلب. مثلا الكلب ليش بيقولوا عنه وفي؟ بتعرف ليه بيقولوا عنه وفي؟ لانه ما بفكر، دونك ما عنده لقدام، عنده الحاضر والماضي. اوكي. كل شيء بتعلمه اياه تيكون نيجاتيف او بوزيتيف ما بينساه. دونك هن الكلاب ما عندهم هموم. دغري الادوكاسيون تبعته بوزيتيف، بتوازن ولد عمره 3 سنين، ما بيكبر اكثر من هيك. تخيل هم وعنده هموم يعني. واحد يقول له شو هالكلب؟ انه لا لازم هذا يكون شيء منيح وقتها يقول انبسط. عجبه الحديث. نعم. يطلع واحد يقول مثل ما بقول، اذا بتعمل فردك تنجح. دونك نحن بنشتغل فورماسيون بلبنان، عندنا تدريب واحد اللي هو تدريب بسموه شخصي. انت بتجيب كلب، هيدا كلبك، وين بدك توصل معه، لشو عم تستعمله؟ فورماسيون ديريكت بده يجي لعندك على البيت، علمك انت والكلب. بيصوت بالصف شيء؟ صاحبه بيصوت. ليك ما في كلب مش منيح، في صاحب مش منيح، ما في ولد مش منيح، في اهل مش منيح. هاي السيستم، هاي المنطقة. بدك تعطيه وقت. هلا الكلب هو عم بيكبر، بيكتشف انه عنده غريزة بيسمح له يصير رئيس، يعني بده يجربكم مثل ما ولد بجرب مع اهله، بجرب يعمل دومينو فترة يعني. ايه هون بدي ضل فرجي انه انتو هون وهو تحت. اذا انتو اربعة بالعائلة هو نميرو 5. بس نحن عم نحكي عن برجي المون او هيدا بيطبق على كل شيء. كل الكلاب، كل السيستم تدريب الكلاب كله زيته، يعني اللي تيكون صغير كبير موسط اتسترا. بس التدريب ببلش قبل ما اشتري الكلب، يعني نحن بنعمل كاليفيكاسيون للشخص بيشتري كلب، كيف بيعيش، اذا عنده اكسبيريانس باي منطقه بيعيش، في عائله ما في عائله. دونك بنصحه اي تيب دو شيان اذا ما عنده الاكسبيريانس يجيب. اذا بده يجيب كلب يتركه بالبيت، او ما يعني ما يجيب مثلا واحد برجاء الماء يحطه على البلكون.
لو بيرجي ألمان أو لو بيشرو مالتي مش لازم يحط على البلكون. أول ثاني الكلب يفوت على البيت ببلش تدريبه، يعني بده يتعرف البيت. مين ما كان في يدرب كلب؟ ليك هلا مين ما كان بلوز أو موان إيه، بس فيك تكبل له الطابة تقول له جيب الطابة. إيه بس إذا كبيت له الطابة حدا وراح. فادي أنا شاكي إنه كلبي شاكي إنه كلبي مجذوب يعني. ما في ليش بيعمل؟ رح أقول لك ليه، لأن أول شيء فكرت إنه أنا صغير مش عم بتعلم الأشياء، بعدين هلا بلشت شك إنه بركي ما كتير ذكي. بس انتبه لأنه بلش فادي بشيء مش الكلب صاحب الكلب. انبسط. نعم. لا بصراحة مش أنا ما كتير أكثر وحدة بقعد معه يعني، بس مثلا زدت له الطابة بياخذها ومثلا بيرجع لعندي حسب برجع بزتها انه المفروض كنا عم نلعب يعني، بيرجع مثلا بيروح بيسها او بيروح بيسها انه خلص انت ولعبت بيخا يعني. هون العلاقه اللي عندي اياها مع الكلب شوي بتكون ايجاليتي يعني، اذا قالوا جليدي بيعملها اذا ما قالوا جليدي ما بيعملها. طب في كلب جاي؟ نو قالوا لي اياها كثير. هيدي رح فصلها بس بيلعبوا مع بعضهم مين اقوى نو وقت يكونوا ايه هو وقت كلب بيطلع كلب هي بسموه ما بعرف شو بيقولوا بالعربي شيفوشمون سكسويال. نعم للي هي سيطره اسمها دوغي ستايل بالانجليزي. ايه اوكي سيطره بالجنسيه. نعم هلا في كثير ناس بفكروا اذا بيقولوا لهم اذا كلب عذبك خسوه، بكره اذا اولاد عذبوكم خسوهم بروقوا. شو خص الهرمون بالكاركتير؟ دونك في ادوكاسيون. اذا الادوكاسيون تبعتي مش ناجحه مع شو ما يكون حيوان فوت بالحيط. فينا نشوف عين صغيره من القصص اللي بتعملها بالاستوديو؟ ولا يلا خلينا نفوت الكليب. دخيلكم اوعى تفوتوا للكليب يا شباب. حرام بس يمكن بزحت هون. شو حلو ليك بيز بده ابروش شوف العصاية هون. انا كوتش بدي اعلمه كيف واحد بعلم بوكسينج، بدي اعلمه كيف ياخد حتى نهار حدا تعدى على منح الكلب بيعرف المنطق انه الكلب يتعرف يدافع عن حاله تيتعلم يدافع عن منح مثل زبيب بادي جارد. تيالو 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 خلص بس كم شي هلا هاي اوكي قلت اوت لك بيفلط وقت قل له دغري بيفلط اول ما يقول له بقول له قلت هلا اوقات الكلب بكاريز نورمال شو بيقول له قلت قلت اوكي في الت كنترول ديليت انلف تلس دونك اذا بتحرك بيلتشني بوزيسيون دو غارد اذا بتتحرك بيلتشك حرك ايد اوكي انلف الت الت اسكيب اوكي شو لو بلان سيمنا هلا في الثاني يلا سلم عليه ولا بكلنا يا حلو هلا يلا شو بدك فادي سؤال ايه؟ اذا كلب هيجي مع حدا انت فيك توقفه بالحكي اذا كلب لي اذا كلب لك بزحت ايه؟ حرام يعني انا اذا هلا اذا انا وقفت هون وطلبت من كلب يهجم علي فيك توقفه انا لا صاحبه بوقفه مين صاحبه جوزيف فهد جوزيف نتكل عليك فيك توقفه للكلب اذا هجم علي باي بيير بيير عشان بس ضلك لقطه خلصنا بواسون دافري بيير بطلنا لا ما بيير بتزبط انت بلا ما اشوف شكلك لك كلبك فكر فيها مرتين فكر فيها شفت شكله فكر لك هلا جوزيف حط كلبه بوزيسيون داون شو ما يصير ما له حق يقوم. طب هلا شو هالصوت اللي بيكون عم يعمله؟ هو مش مبسوط تو تكسيتي هايس شو ما اعمل ما له حق يتحداني لو انا قربت صوبه لا ايه لا شو لا بتكون تحتاره هلا هون عم تخنا هون عم تخنا معه بس بده يفهم انه هو بقرر نعم مشي معي بعت بيير وحده فادي
اوكي خلي مش بيار. موجود اوكي بيير مشي عمول عمول مشي حوالي لا قال له لا ما بس بدك تقول له ما تطلع لي انت شيء عادي بيير شيء عادي مين هيدا انه قلت مش بيقدر يقرب اكثر قلت له اوكي خذوا عيط له عندك اه بس نبعته هلا نعم هلا بيعطي الورد يطلع علي يطلع عليك اتس ا جيم لعبه كلها بسموه سبورتس اوف بايتنج اتس ا جيم لعبه يا اوكي اوس اوس هو تركو تركو يا خشلي اوكي بعد مره اوت يه 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 حسيت انه اتعلق ايده اونفا فظيع خدي ما كثير لا ما بيخاف اتعلمه لتعلمه يدافع اوكي حرك بس اوف 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 طب فادي انا رح اسالك سؤال هون عيط له طب فادي عندي سؤال يعني اليوم اذا انا كنت على الطريق وهجم علي كلب كيف لازم يفلت الكلب مني هو ليك هلا هون عم تاخذ بضربه يعني ولا بضلني واقف شو بعمل انت عم تاخذ هون موضع اذا قرب عليك شخص وعم تحكي معه وبلش يخبط فيك تدافع عن حالك هلا حسب الكلب اذا كلب اخذني هون نعم بقول لك هون بده يكون عندك جرأه بقول لك انه بلع الوجع يعني امسك وحط هون هو كان شك هون حط من هون حط بريسيون لهون الا ما يفلت وتفلت بدك تمسكه يعني بدك تزيحه عنك بدك تمسك له وجهه يعني ضلك ماسك وجهه ليك رقبته ليك بتعرف ليه بحطه طوق للكلب السيطره بتجي من رقبته لمن خاره وقت عم تكون عم تدرب كلب اول مرحله وقت بمسكه هيك تقول له انه انا الرئيس شوف فرجي ورقه المختار او الروسو نعم هيك شوي شوي بدي اقول له انا مستعد اعطيك حريتك عشرت واحد اطيعني هيدي السيستم شو اسمه الكلب هيروز هيروز شكرا هيروز زقفوا له ثانك يو انا لحقنا الاخر بتجيبي كلب وبتدربيه ولا لا انا عندي كلب انا عندي لابرادور مثل ما اسمه ستيتش بس ما اخذته على المدرسه جربت انا ادربه بس اكيد اندمت يعني قطع وقت طويل ما تدرب هو ام بارنتيز فيني اسالك منه بالضروره اخذ كلبي على مدرسه اذا انا ماشي معه وماشي الحال ما عندي بروبليم ماجور هلا اذا بيجي لي بروبليم ماجور بالبيت الناس بيغلطوا لانه هيك بصدقوا بيقولوا لهم تبعتوا على المدرسه بيجي لعندك خالص اذا المشكله عندي اياها مثلا بالصالون كيف انا على الملعب عندي بدي اعلمه ما يعمل بيبي بالصالون عندك منطق كيف مزبوط المدرسه وين بتلعب دور بعدين بصير يطيعك الك ما بيقعد يطيعك الكلب ببلش تدريبه بالبيت اذا بده يفوت على مدرسه تيعمل تدريب بسموه متقدم يعني تاع المتقدم ساعتها فيني ابعته على سنتر إذا ما عندي وقت عم سافر إتسترا بس عشرت وقت الكلب بيرجع بيته بيرجع الماضي تبعه الماضي تبعه شو بتكون فرجيته وين بيأكل وين بيقعد وين كذا دونك ما بقى عندي بروبلم إذا عندي بروبلم بالبيت وبعته للكلب على المدرسة بيرجع الماضي تبعه بيرجع بقول هون كنت أقعد على الكنبية كنت أبحش بجنينة هون كنت كذا هون طب فادي الكلب وقت تعلمه إذا اليوم علمت أنا كلب مثلا إذا أجا حرام عليه يهجم عليه وما استعملت هيدي الشيء انه يهجم على حدا لسنه او سنتين بيضلوا ذاكر النهار يلي بوزن ما بينسى هلا النصيحه بنعطيها انه الكلب عم نعمله بسموه بتنتبهوا بسموها بروتكسيون بروتكسيون تشمل الدفاع تشمل الهجوم نعمل له تيست من وقت لوقت كيف تيست تبعته حرامي على البيت نعمل تيست نتفق انه شو الساعه 11 بالليل عندك نعمل دي تيست بيس على اذا فتحت الباب اذا ابارتمون مثلا صار في فورسينج بتعمل حالك جاي دليفري اذا زين بفوت بلا ما تعطي اذن الكلب بوقفه دونك هو اذا في جنينه من وين يفوت شو انا بدي اقول لك بقول لك جاي اتعدى عليك ساعه 8 بتنطني مع الكلب بدك شجار مش فاهم اللعبه يقوم يقوص لا انا عندي سؤال انا ستيتش بهبهب على كل الناس اللي ما بيعرفهم سو ايميديتلي عندهم اياها اني هيدا الشغله
بعوي على الناس؟ انه ايه انه عم بيعطيك على الناس اللي معود عليهم ما بقول شيء، الناس اللي ما معود عليهم بنعرف انه في حدا جاي ما معود يجي على البيت. هو الكلاب ما عندهم طعمه، بيكتشفوا حيط بالشم، يعني شموا 10,000 مره اكثر من شمنا. نحن السمع عندنا 25,000 رجه بالثانيه، هو عنده 100,000 رجه بالثانيه، دونك العيط وش هيك ما بينفع. هلا بشوف الحركه احسن منه، نظره بالليل احسن، بس عبيد ميوب، نحن نظرنا عبيد احسن منه. هيدي هي. دونك اول مرحله بالتدريب شكر الله بشيء طلعنا احسن من الكلب. بمرحله بالتدريب بدي استعمل فوكال اول مرحله، بعدين فينا علمه بالساينز، فينا علمه بالصفايره بالكليبر بدكنيه انه هي السيستم. قد ايه بتكلف تعلم كلب؟ من كليب صغيره، دونك اذا عم بياخذ مثلا 8 دروس للي هي بتشمل تدريب الكلب وتدريب اصحاب الكلب، او فيك اربع افراد بالعائله بدك تعلمهم فورماسيون بسموه، للي هي فيها توصل ل $1,000 بالشهر. اذا عم تعمل منهم مثلا كلاب كبيره بننصحهم يفوتوا بروجرام، يعني اذا معدل الكلب واشرح ليش الكلاب الكبيره الصغيره بتصير ادلت من السنه وطالع، الكبيره من 3-6 شهور بيبي، 7-9 شهور جرو، هيدا بسموه جرو، من 10-18 شهر جونيور، 18 شهر لسنتين يونج بيرسون، من سنتين وطالع ادلت. مثلا برجي المون من سنتين طالع ببلش يصير ادلت، روتوايلر من سنتين نص وطالع بصير ادلت، دونك نموه ابطا. ما فيك تدرب هالكلب مثل هيداك الكلب لابرادور 2 اي بلس. نيلة لحود بتاخذي كلبك على مدرسة ايه ولا لا؟ انا صار كبير كلبي ما بقى فيه. انا بنصح الناس اسمه لا، اذا عندها ان بروبليم بتعمل فورماسيون والانترينور بيجي على البيت بيشتغل لو بروبليم المشكلة عندها اياها بالبيت. لو تعرفت على فادي قبل اكيد كنت اخذت ستيتش لا رشد بحصلي انا كات بيرسون. كريستيان حجر انا عندي كلب جاك راسل فبفتكر لازم اجيب لك اياها ضروري. انا ما راح اخذ كلب اللي عندك فادي مع انه كثير ام امبرست يعني، بس هيك مبسوطه فيه مثل ما هو. اي ما في ما لنا نستس ما شفته عم بيعمل لي قصص كثير غيره مبسوطه هيك بروح بلم الطابه هيطلع بس كثير عم بغار كلبي يعني عم بيجي يخبص بقصص هو البيبي ما بعرف اذا غيره او لا. لا لانه باردون خطير كثير، وهي نصيحه بعطيها انه الكلب يصير بوسيسيف يعني انت لالهم خطر. هون بيسألوا الناس ليه في كلاب بتعد أصحابها؟ هيدا كان بدي أسألك يا أنا السؤال، إمتى الكلب بيصير أنفيدال لصاحبه؟ بيصير وقت عندك بسموه إدوكاسيون نيجاتيف، عطيتيه إيجاليتي. هو حيوان كارنيفور، سوري تقوله وفي ناس ما بده يفهموا، الكلب ما بحب ما بيشفق، بده ليدرشيب. بده حدا على راسه. يعني باردون كلبك ذكر؟ نعم. أوكي إكزامبل، إذا بكره عم يتمشى وشاف أمه باردون اذا امه ريدي بيطلع ما بقول لها سوري امي ما عرفتك. سو ذير انيمالز وضحت حيوان جاش حرف عجقوا الافكار. هون الفرق مع البسينه انه البسينه ما بدها ليدر شيب وما بدها شيء، هي بتعتبر حالها شي اونز يو اندبندنت. اندبندنت بس هي بتعتبر حالها هي بتملك البيت والعالم اللي عايشين فيه. من الاخر بتاخذ كلبك عن... ما عندي كلب، عندي بسينه بس بغض النظر انا مش مثل راشد، انا بحب الكلاب بعد قد البسينات، ولو عندي مطرح كنت بقني كلب، وهيدي لحبك للكلاب وهيدي للاداء اللي شفناه. انا بموت رعبه من الكلاب. لا لاحظنا هالشيء يعني لا بدي اقني كلب وما بقدر يعني عندي مش عدم الحبه بس بتخافي منهم. بخاف كثير منهم يعني ما بعرف كيف بدي اكسر هيدي الفوبيا. بس نحن اشتغلنا ناس كانوا يخافوا من الكلاب تنشيلهم الفوبي، في ناس بغيروا، في ناس امبوسيبل مثل كل شيء بالحياه. بس اذا مستقدي تشيلي الفوبي تعملي فشخه لقدام لازم يعضى كلب. رح نفوت الكلب. شو لازم تعمل؟ بدها تطلع اول شيء تقعد يعني تقعد تكون انتوري يعني محاوطه بكلاب، محاوطه بكلاب كيف مش كلاب منهم يعني. تمشي مثلا اذا عم مشي كلب مشي معي يعني مثل عم تمشي بسموه فريندلي بوزيشن، وبتبلش بكلاب صغار شوي يعني شوي. نو 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 فيها تبلش حالها شيء، بس تشوف انه مثل واحد يكتشف انه
ما في دينجر. مثل واحد بخاف يكسر مكان حاجز بينه. واحد بخاف حاطلع لعندك فادي. أهلا وسهلا. وعد؟ وعد. رح نشوفك فوق؟ رح نشوفون وعد وأنا بيختك إذا بتوعد. أوكي خلاص وعد. فادي خوري شكرا كثير لوجودك معنا الليلة. الباسون اللي عندك إياها اليوم مع الكليب مبينة وواضحة، مش بس بالشغل ومش بس كعمل، بس أنت حضرتك إنسان بتحب كثير تتعامل مع هالكائن الحي وكأنك بتفهمه وبيفهمك بنفس الوقت، مش هيك هيدي الباسون خلتك تفتح المدرسة وخلتك تتقرب أكثر من الكليب ومن أصحاب الكليب، لأنه مثل ما كنت عم بتقول الطريقة حتى تقدر تعلم كلب مش بس تعلمه بالمدرسة إنما لا تعيش معه مثل ما هو عايش كمان بالبيت بنفس الوقت. فادي خوري شكرا كثير لوجودك معنا الليلة. ميرسي كثير.